صف لنا مدينة القدس. مدينة القدس من ناحية جغرافية عبارة عن موقعين، موقع البلدة القديمة وهي المدينة القديمة الأثرية المحاطة بسور خارجي وفيها المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية، فيها الكنائس المسيحية وفيها الآثار. نستطيع القول بأن البلدة القديمة تمثل متحف حضاري. والقسم الثاني من مدينة القدس هو الأحياء الجديدة إن صح التعبير، هذه خارج السور، وتحاول السلطات الاحتلال أن تبني مستوطنات في داخل البلدة القديمة، وتحاول أن تضع أيضا سوار حول مدينة القدس من الخارج. وهناك القدس اللي تعتبر القدس الجديدة أو القدس الغربية توصف أيضا، التي احتلت في عام 1948، أي في عام 1948 قسمت القدس إلى شرقية وغربية. غربية أصبحت مع تحت يد الإسرائيلية، والشرقية اللي أصبحت مع الضفة الغربية. في عام 1967 سقطت القدس الشرقية، فأصبحت كل مدينة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي. طيب في المفاوضات التي تجري، حينما تمكن اليهود من مدينة القدس وجاءوا إلى ما يسمى بالمفاوضات النهائية، طرحوا مدينة القدس الشرقية، وانكشفت النوايا عن المسجد الأقصى المبارك. نعم. في حين طرح الرئيس كلينتون الرئيس الأمريكي على موضوع السيادة السفلية والعلوية للمسجد الأقصى بإعاز من اليهود طبيعة الحال، وأن الجانب الفلسطيني قد رفض هذا الاقتراح، وفشلت المفاوضات. وطن تريد أن تأخذ نسبة كبيرة من البلدة القديمة للسيطرة عليه، وأيضا يطمعون في حائط البرق. إذن على أي أساس تم التوقيع على وثيقة جنيف؟ إن الدوافع للتوقيع عليها هو توقف المحادثات والمفاوضات الرسمية، وأن شارون لا يرغب أصلا في أن يفاوض الفلسطينيين، ولا فتحرك غير الرسميين من السياسيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكن هذا الحل لم يلقى أي تراض وأي تجاوب من قبل الجمهور الفلسطيني حتى الجمهور الإسرائيلي.